الآن يا عمي، الآن يا أستاذ وليد. وبعد أن انتهينا من حصر التركة وحقنا فيها، أرجوك أن تقبل هذه. ما هذا يا أستاذ منير؟ هل أنت متأكد أنك بكامل وعيك؟ ماذا هناك يا أستاذ؟ الأستاذ منير يتنازل هو وأختيه عن كامل حقوقهم الموروثة عن أبيهم لعمهم مالك أبو الزهور. أنا لم أتنازل لأحد. هذا ما تريد يا منير؟ ليس من حقك التنازل عن حق أخواتك، تنازل عن حقك، أما حق أخواتك. أنا لن أتنازل عن شيء. منى اسكتي، منير يتحدث باسمنا. أستاذ وليد، أنا لم أتنازل بمحض إرادتي، لكنها أمانة في عنقي، حملني إياها أبي قبل موته، وأنا الآن أؤدي الأمانة. أخي ياسر، تنازل لي عن حقي في الشركة؟ نعم، هذا ما أراده أبي. ولكن لماذا؟ هذا حق أحتفظ به لنفسي. ولكن لماذا يتنازل أخي عن حقه لي؟ أستاذ وليد، هذا ينهي جلستنا. وقعي هنا يا سهير. أنا لن أوقع على هذا الجنون. منى وقعي هنا. تفضل. أنا لم أقابل في حياتي أناس مثلكم يا أستاذ منير، ولكن أخبرني، لماذا قمت بالحصر؟ حتى يعرف عمي مالك وابنه فريد أنني لست طامعا في مال عف عنه أبي وشك أنه حلال. لقد أراد أبي لنا السعادة ولم يرد لنا المال. تحياتي لخالتي أم فريد وتمنياتي الطيبة لأريج التي أحبها أبي بكل الصدق كما أحبكم جميعا. هيا سهير، هيا منى.